سيداتي سادتي، أتشرف اليوم بمشاركتكم العرض الذي ألقته السيدة الوزيرة أمام السيدات والسادة أعضاء الحكومة يوم سيادتنا المثلى، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى جعل مدننا ترقى إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم، ومجالا للاستثمار والإنتاج في حفاظ على طابعها الحضاري والمتميز. انتهى خطاب صاحب الجلالة. حضرات سيدات وسادة، بعد هذه التوجيهات السامية سوف نتطرق إلى المحاور العرض، وهي كالتالي: أولاً سوف نتطرق للأسس والمرجعيات، الأهداف التي سطرت لهذا الحوار والمسار التنظيمي كذلك، وكذا المشاورات المعتمدة لإنجاح هذا الحوار. سيداتي وسادتي، فيما يخص المرجعيات والأسس المعتمدة لهذا الحوار، وجب التذكير بالتوجهات الملكية ورش الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري الذي انخرطت فيه بلادنا، مخرجات النموذج التنموي الجديد، وأخيرا البرامج والأجندات الدولية التي التزمت بلادنا بتفعيلها. فيما يخص أهداف هذا الحوار، فيمكن اختزالها في خمس نقاط أساسية. أولا، تفعيل نموذج التنموي الجديد، إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية مستدامة. ثالثا، اقتراح عرض سكني متنوع، إعداد برنامج متجدد للدعم، وأخيرا وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني. ولتحقيق هذه الأهداف، لقد اعتمدت الوزارة مسارا تنظيميا وفق مقاربة متشاركية وطنية وجهوية، حيث شكل إطلاق الحوار الوطني يوم 16 شتنبر الجاري وانعقاد اللجنة الوطنية المحطة الأولى لهذا المسار المتميز. واليوم سيداتي وسادتي، اليوم فإن انعقاد هذا اللقاء الجهوي سوف يشكل المحطة الثانية التي تروم فتح نقاش مع كل القوى الحية بهذه الجهة، وذلك عبر أربعة ورشات موضوعاتية، وهي كالتالي: أولاً، مسألة التخطيط والحكامة، ثانياً العرض السكني، ثالثاً الإطار المبني، رابعاً تقديم الدعم للعالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية. حضرات السيدات والسادة، فيما يخص ورشة التخطيط والحكامة، نقترح عليكم مناقشة أربع محاور أساسية تخص بالأساس أولاً تقييم منظومة التخطيط الترابي ومدى قابليتها الآن للرفع التحديات المجالية الجهوية والوطنية. ثانياً، نقترح عليكم كذلك مناقشة محور تمويل، مسألة تمويل التعمير وتحقيق العدالة العقارية. نقترح عليكم كذلك مبدأ مسألة الحكامة وعلاقتها بالجانب المؤسساتي لتفعيل وإنجاح هذا الورش المتميز. وأخيرا، نقترح كذلك أن نناقش جميعا مسألة التدبير الحضري ومدى قابليتها اليوم أننا ننخرط في واحد المقاربة لتسهيل المساطر وتشجيع الاستثمار. فيما يخص منظومة التخطيط الترابي، بغض النظر عن التشخيص اللي كنعرفوا الجميع، فإننا اليوم مطالبون بالتحول من التعمير التنظيمي إلى تعمير تحفيزي للاستثمار، وهذه نقطة أساسية جدا. نحن مطالبون كذلك اليوم بإخراج جيل جديد من وثائق التعمير، جيل يتميز بالمرونة، تأخذ بعين الاعتبار
البعد الترابي. نحن مطالبون كذلك اليوم أننا نعيد النظر في آجال إعداد والمصادقة على وثائق التعمير. فيما يخص الشق المتعلق بتمويل التعمير وبالنظر إلى الكلفة المرتفعة اليوم اللي كتعرفها بلادنا فيما يخص فتح مناطق جديدة للتعمير، لابد من فتح النقاش اليوم حول إرساء مبدأ العدالة العقارية والمساهمة بهدف تقاسم القيمة المضافة الناتجة عن فتح المناطق الجديدة للتعمير. فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي والحكامة، فإننا اليوم مطالبون كذلك إعادة النظر في تموقع الوكالات الحضرية على صعيد الصعيد الجهوي، وتموقعها اليوم أضحى آلية أساسية لحكامة ترابية ترقى لطموح الفاعلين الجهويين. وفي الأخير يبقى الجانب المتعلق بالتدبير الحضري أو رخص ما يسمى برخص التعمير التحدي الأكبر لتبسيط المساطر وإنعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل. سيداتي سادتي، سوف نمر للمحور الثاني المتعلق بالعرض السكني. في هذا الإطار لابد أن نستحضر جميعاً مجموعة من المؤشرات الهامة على الصعيد الوطني اللي لازم علينا أننا نأخذها بالاعتبار. أولاً، يشكل الطلب على الصعيد الوطني، الطلب على السكن ما مجموعه 2 مليون وحدة سكنية حسب تقديرات 2021، منها 1.4 مليون خارج نطاق السكن المعد للكراء والبقاع. أما فيما يخص العرض السكني فهو يقارب اليوم 140 ألف وحدة سكنية منتجة خلال 2021. هذه المؤشرات تسائلنا اليوم لرفع مجموعة من التحديات. التحدي الأول هو ضرورة تنويع العرض السكني لاستهداف جميع الفئات. اليوم لازم أننا نتكلم على عرض متنوع يستهدف السكن، يستهدف فئة السكن، في السكن الاجتماعي، يستهدف كذلك الطبقة المتوسطة، يستهدف الشباب، وكذلك عرض سكني اللي يمكن يكون معد للكراء. التحدي الثاني اليوم هو المطروح علينا جميعا، هو تجويد العرض السكني وجعله يستجيب لشروط العيش الكريم، سواء فيما يخص المساحة أو المواد البناء أو المرافق العمومية أو الاستدامة إلى غير ذلك. هذه التحديات تستدعي وضع مجموعة من التحفيزات، تحفيزات ملائمة لخصوصية الجهة، سواء كانت تعميرية منها أو جبائية. حضرات سيدات والسادة، فيما يخص الورشة الثالثة والمتعلقة بالإطار المبني، نقترح عليكم مناقشة المحاور التالية. أولاً، ضرورة رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية. ثانياً، سياسة المدينة. ثالثاً، سياسة برنامج القضاء على السكن الصفيحي. وأخيراً، مسألة التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. فيما يخص رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية، وبالنظر لتنوع وغنى الموروث المعماري والعمراني الذي تزخر به بلادنا ومعظم المجالات، على الصعيد الوطني، اليوم يجب إرساء تفكير في إرساء آليات تضمن المحافظة على هذا التراث وجعله رافعة للدينامية المجالية، كما نتوق كذلك إلى وضع آليات لتجويد المشهد المعماري والعمراني الذي يشكل بدون شك موروثاً للأجيال الصاعدة. فيما يتعلق بسياسة المدينة، نحن مطالبون اليوم بإعداد مقاربة وآليات تضمن التقائية التدخلات العمومية على مستوى المجالات.
أما فيما يخص برنامج القضاء على مدن عدلت على السكن الصفيحي، لابد اليوم لابد أن نستحضر مجموعة من التراكمات الإيجابية والمجهودات المبذولة على الصعيد الوطني والمحلي، والتي مكنت من إعلان مجموعة من المدن بدون صفيح. ولكن ورغم ذلك فإننا مطالبون اليوم بتجديد المقاربة على عدة مستويات، خصوصا أولا اعتماد المقاربة الاستباقية لمعالجة السكن الصفيحي، ثانيا إرساء مقاربة مندمجة لتوفير فضاءات تستجيب لشروط العيش الكريم من مرافق عمومية ومجالات للتشغيل، ثالثا اعتماد نموذج جديد للتعاقد بين القطاع العام والخاص. وما يمكن لي نقول في هذا الشأن أن جهتنا جهة الرباط سلة القنيطرة يمكن كانت السباقة في هذا الميدان، واللي يمكن نشوفوا المجهود اللي تبذل على صعيد الرباط على صعيد سلة ومجموعة من العملات أنه تيشهد بأننا الجهة ديالنا انخرطت الحمد لله في هذا المسلسل وبدات كتفعل هذا المسلسل ديال التغيير. فيما يتعلق بالتدخل في البنايات الآيلة للسقوط، وبالنظر إلى الخطر المحدق الذي تشكل هذه الظاهرة، يجب إعداد آليات ترابية لتقوية اليقظة ومعالجتها. حضرات السيدات والسادة، تعتبر ورشة تقديم الدعم القروي اليوم وتقليص مسألة التفاوتات المجالية تعتبر ذات أهمية بالنظر لخصوصية مجال جهة الرباط وسلة القنيطرة، والتي تتطلب منا جميعا العمل على وضع قوانين جديدة للتخطيط والبناء للوسط القروي، وذلك بتبني وثائق تعميرية جديدة تعنى بمواكبة المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية وتأهيل المجالات القروية. هذا التدخل يستدعي منا كذلك تعزيز مشاريع مندمجة في إطار البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة، بالإضافة إلى تأهيل السكن بالمناطق الجبلية. حضرات السيدات والسادة، في الختام أود التذكير بأن هذا العرض الذي تطرق لتشخيص شامل لإشكاليات التعمير والإسكان بجميع تجلياتها، جاء ليقدم كذلك أرضية للحوار الجهوي والتفاعل حول هذه الإشكاليات. هذا الحوار الذي أرادته السيدة الوزيرة أن يكون وفق مقاربة تشاركية قوامها البعد الجهوي، وذلك بإشراك جميع القوى الحية. هذا الحوار الذي أرادته السيدة الوزيرة أن يتسم بالجرأة والشجاعة والمسؤولية الجماعية، لجعلنا جميعا فاعلين حقيقيين لإحداث التغيير في هذا القطاع. هذا التغيير الذي نتوق إليه جميعا أن يجعل التعمير والإسكان رافعة لإنعاش الاقتصاد والتدعيم ركائز التنمية الاجتماعية ببلادنا. وفي الختام أود التذكير أن هذه المشاورة اليوم ستظل مستمرة عبر المنصة الرقمية التي تم وضعها من طرف وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإليكم الرابط الخاص بهذه المنصة.